مرحبا. ضيف اليوم من مصر مطرب كبير صار له اكثر من 40 سنه متربع على عش الاغنيه الرومانسيه. اليوم بستقبل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر. استاذ هاني، انت امير الغناء العربي اللي وكبت اكثر من جيل فني، من محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، ورده الجزائريه لايامنا الحاليه. في اسالك عن سر النجاح العابر للاجيال؟ جمهور فتره طويله محتاج اكيد جهد كبير، محتاج بحث كتير عن كل ما هو جديد، محتاج انك تجدد من دم فنك من وقت للتاني. لان انا بقول انه كل 10 سنين بتطلع اجيال جديده، بيطلع جمهور جديد، بتطلع اذواق جديده. عشان تقدر تستمر فتره طويله لازم تواكب كفنان هذا التطور وهذا التغيير، بانك تتعامل مع مؤلفين وملحنين جداد، بتتعامل مع اولاد شباب جداد يقدروا يوصلوك للاجيال المختلفه من وقت للتاني. حلو انه هالنقله النوعيه موسيقيا ترافقت كمان مع نقله نوعيه بالكامبين اللي شفناها على السوشيال ميديا وهالصور اللي عملوا موجه غريبه عجيبه مثل ما بنقول. شو قصه هالصور وشو الاصداء اللي وصلتك عنها؟ بص حبيبي، انا طبعا احنا يعني يمكن في البدايه عملنا فوتوشوت عادي كده، يعني مختلف برضو شويه، بس اما اتفرجنا على الشغل بصراحه يعني لا، مش هو ده اللي احنا عايزينه، مش هو ده اللي هيليق على الغنوه. فانا الحقيقه شريف فكرني بنضال، حبيبي نضال هاني الكرييتيف دايركتور، بعتنا الغنوه، عجبت نضال جدا جدا، ابتدى يبعت لنا اشكال مختلفه لتصورات هو في دماغه. والله عجبتني يا شربل، يعني لقيتني مختلف. وبعدين يوم التصوير بقى نفسه قعدنا عملنا كامبين حلو هنا باكسسوارز كمان مختلفه، النظاره اللي طلعت بيها، اللبس اللي لبسته. اما نزلت الصوره انا مش قادر اقول لك سون دي، يعني ناس كتير ما عرفتنيش، وده اللي كان غريب. يعني انا ما شفت الصور في الاول والله يا شربل، انا قلت يعني الناس هتقول هاني في ثوبه الجديد، في شكله الجديد، لكن ان الناس ما تعرفش هاني من اصله. هو ده اللي كان مفاجأة بالنسبه لي بصراحه هذا اللي صار معي انا تحديدا. شفت الصوره وصرت اطلع اقول مين هالشخص، وصرت سمي اسامي براسي والله. لبعدين شفت انه هاني شاكر. هون عم تحكي عن نقطه كثير دقيقه استاذ هاني، بدي يعني النجوم الكبار لما يوصلوا لمرحله معينه بيصيروا اشبه برموز، وبتصير الناس ما بتقبل انه يعملوا اي تغيير، بتصير مثل كانه صوره لازم تبقى مثل ما هي دائما، ما يتغير فيها شيء. انت كنت جريء لدرجه انه غيرت كل شيء مثل ما قلنا، يعني بالشكل وبالنمط الغنائي. ما بتخاف انه هيدي تنحسب خطوه يعني ضدك او دعسه ناقصه؟ والله هقول لك يا شربل، بصراحه هي مخاطره محسوبه، بمعنى انه انا طول عمري دايما بحب اجدد، والناس متعوده عليا على كده، لكن قد اكون مش بجدد في شكلي قوي. يعني انا عمرك ما شفتني مثلا عملت شعري احمر او عملت شعري اصفر او عملت مثلا لبست لبس شكله غريب. نعم. يعني في ناس بتحب الغرابه من هذا المنطق، صحيح، من تغيير الشكل، من تغيير لون الشعر. انا ما عملتش ده طول عمري، لكن هو ايه المانع ان انا ابقى بلوك مختلف، ابقى بشكل مختلف؟ وهي عايزه جرأة صحيح على رايك، يعني هو التغيير مطلوب. فانا لقيتها لا، يعني انا حسبتها انه اللي عمل ده بالكلام ده بالطريقه دي بالتصوير ده اعتقد انه هيبقى اضافه ليا. لو سمحتوا لو سمحتوا يمشي يتمخطر براحته، اوعى حد اللي راحته في الرايحه والجايه. هون بالحديث عن النقلات النوعيه، هاني شاكر كيف بتقسم حياتك الفنيه لكم قسم؟ يعني شو هي الاغنيات يلي شكلت نقلات نوعيه بمسيرتك؟ والله بص هقول لك يا شربل، يعني اما ارجع معاك بالذاكره كده لورا هقول لك مثلا البدايه حلوه يا دنيا، كانت بدايه نعم. قويه جدا. بعدها كده برضو يا قمر كانت بدايه قويه جدا 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 مع خالد الامير الله يرحمه، طبعا الموجي استاذ محمد الموجي الله يرحمه، استاذي ومعلمي، وهو اللي له الفضل انه يقدمني للجمهور. بعدها في برضه والله كان في كم غنوه في البدايات كده مهمه قوي يا شرب الحقيقه، يعني زي سيبوني احب الاستاذ سلطان، كان اول تعامل معاه
زي اسمه ونصيب لمنير مراد الله يرحمه. يعني كل دي علامات في البداية كانت مهمة قوي. يعني عندك غلطة طبعا، ومجموعة من الأغاني الدراما اللي جت ورا بعضها سابت أثر كبير عند الجمهور وعند الناس، لمحمد ضياء الدين وعماد حسن. في علي الضحكاية كمان أيوة يمكن بها المرحلة. أيوة أيوة طبعا، لا ده قبل كده كمان، علي الضحكاية أيوة كانت في الفترة بتاعت المقاطعة العربية على فكرة. نعم. أو لا أو بعد عودة المقاطعة العربية على طول بالظبط، كان في علي الضحكاية الأول بالظبط كده، ومجموعة نعم. من الأغاني نسيانك صعب أكيد مع خالد الأمير، علي الضحكاية مع سامي الحفناوي. وانت لسه بتسالي، ويعني هلا الاغاني ده مؤخرا اللي شوية. بمرحله متاخره اكثر الفتره نعم. اللي قبل كده ركزت شويه على الدراما يا شندي، يعني غلطه وتخسري وانت السبب يا قلبي لصلاح الشرنوبي، يعني مجموعه اغاني كده برضو مميزه جدا نعم. دراما. بعد كده دخلنا بقى في لسه بتسالي مع حسن ابو السعود ومنصور الشادي، يعني عايز اقول لك كل مرحله لها يعني الاغاني النجمه بتاعتها اللي بتواكبها. شيء بيساعدني بالضبط بالضبط. نعم. اي اغنيه بدنا نختارك اغنيه من هالاغنيات نسمعها منك هلا بشكل سريع، شو بتختار؟ من الحاجات القديمه اقول لك مثلا يا سيدي، يعني انا عايز اقول لك لسه بتسالي دي، يعني بالنسبه لي دي عامل مشترك اعظم في جميع الحفلات سواء في مصر او بره. تفضل. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه، لا 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 يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه، لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي، لما اعيش وياكي حلمي تبقي بالنسبة لي ايه، لما ضلي يبقى ضلي وتبقي أجمل شيء فضلي، لما أسهر تملي ويا طيفك يبقى ليه، لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحزاني، لما وهبلك وانت مكانك كل اللي انت بتتمنيه كل اللي انت بتتمنيه كل اللي انت بتتمني. الله يا استاذ هاني حبيبي ربنا يخليك يا شرفت. بدنا نرجع لهيك زمن المقابلات المباشره والحفلات ونقدر نزقف لك بشكل مباشر، هذا عصر الكورونا والتصوير الالكتروني بعتقد صعب على الفنان مثل ما صعب كمان على يعني الناس اللي بيكونوا عم بيسمعوه وعم بيتجاوبوا معه. بس هون بدي ارجع معك لنقطه اساسيه طرقت لها، يعني انت صاحب شخصيه مريحه ظريفة وعندك نكتة حاضرة ويعني ضحكتك دايما موجودة، بس ارتبط اسمك لمرحلة طويلة بالأغاني الحزينة رغم كل المحاولات ربما للأغاني الفرحة اللي كمان أصدرتها، شو برأيك السبب الأساسي لهالشيء؟ والله حقول لك، يعني هو طبعا يعني الفترة اللي كانت الناس بتستنى مني دايما أغاني الدراما، بالرغم من أن أنا كنت بعمل أغاني ريتميك وأغاني حب وأغاني رومانسية جنبها، لكن هو الجمهور في الوقت ده يعني من بدايه مثلا غلطه للفتره اللي بعد كده كانوا بيستنوا مني دايما الاغاني الدراما. وعايز اقول لك كمان والله يا شربل اللي ساعد على ده انه 80-90% من الاغاني الدراميه دي في الوقت اللي كان فيه الفيديو كليب له شنه ورنه وله باع على الساحه الفنيه وله معجبين كتير بيتابعوه، 80% من اللي اتصور لي فيديو كليب في الوقت ده كانت دراما، اغاني دراما. فالناس اخذت على انه هاني خلاص يعني بيغني الدراما. بدي احكي شوي عن مسيرتك الفنيه الطويله، اذا بدنا ناخذ منها خلاصه لاي مطرب جديد عم بيتابعنا اليوم وناخذ من هاني شاكر ثلاث نصائح للنجاح بعالم الفن، شو بيكونوا؟ نمره واحد اقول له يعني كن حريص على انك تقدم الفن الراقي، الفن الجيد، لانه رضينا ام لم نرضى الفن الراقي والفن الجيد والفن الحقيقي اللي طالع من القلب هو ده اللي بيعيش يا شربي. نمره اتنين انك انت تحافظ على نفسك، تحافظ على شكلك، تحافظ على سيرتك، تحافظ على جمهورك، تعرف جمهورك بيحب ايه وتعمله، لان الفنان في النهايه هو ملك جمهوره زي ما بقول. نمره ثلاثه
ان انا يعني اراعي ربنا بصراحه على على بلاطه يا شربل، اراعي نعم ربنا في الفن اللي انا بقدمه. يعني انا ممكن انجح وانا مثلا طالع شبه مش لابس مثلا، ده سهل قوي قوي ان انا اعمل اي حاجه غريبه، ان انا ارقص رقص غريب، ان انا اجيب حد يرقص قدامي او معايا بشكل ملفت لمجرد ان انا عايز اعمل ترند على السوشيال ميديا. لا على سيرة، الفن نعم على سيرة شبه مش لابس، هذه كمان يعني خلقت سجال بوقت معين بينك وبين الفنان محمد رمضان بإحدى حفلاته. شو هلأ لما تطلع على الموضوع بعد فترة، والناس اللي قالت بوقتها إنه يعني لو بتجي نجوم من دول غربية بتعمل هيدي الأعمال ما بننتقدها وما بيكون عندنا شيء ضدها، فليش التصويت بيكون دائما على الفنانين المصريين؟ شو بتجاوب على هالموضوع؟ بص هقول لك والله يا شربل، هو الحقيقه يعني الحفلات احنا عندنا في مصر لينا تقاليد وعادات غير اوروبا خالص وغير امريكا خالص، ده اكيد. يعني اللي ينفع هناك قد يكون ما ينفعش هنا. هو محمد حب يعمل شيء مختلف، حب يعمل شيء جديد. وهو بيغني نوعيه راب، مش هو مش مطرب اساسا، هو عايز يعمل شو، عايز يعمل يعني شكل مختلف. لكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر. يعني انا بشوف انه حته ان انا اطلع ابقى تقريبا نص الفؤاني عريان على المسرح، دي اول مره احنا في مصر نشوفها من محمد رمضان. الباط دول اللي بيطلعوا بيعتمدوا مش على صوتهم ولا اغانيهم ولا فنهم، وبيعتمدوا على رقصهم وملابسهم، برضو دي فتره وما اعتقدش انها بتستمر. يعني انا ضد ده بصراحه. مين من النجمات الحاليات بعالمنا العربي بتعتقد يعني الاتكال عم بيكون بشكل رئيسي على الملابس المثيرة وربما عمره الفني ما راح يكون طويل؟ لا انا انت عارفهم اكتر مني. بس بدي اعرف رايك بالموضوع انت لا رايك كنقيب، زيك كنقيب الموسيقيين، انا بدي رايي يعني زيك. كمان رايك اساسي. انت عارف ان انا اول ما جيت النقابه ومسكت واخداني بقى الجلاله وعايز يعني عملت زي بيان كده برحب فيه بزملائي الفنانين كلهم، وان انا عايز كلنا نبقى ايد واحده ونتطور ونرتقي بالفن. ومن ضمن الحاجات اللي كان انا ومجلس النقابه عندي المحترم فكرنا فيها، قلنا يعني لزملائنا الفنانات المصريات والعرب اللي بيجوا يغنوا في مصر انهم يلتزموا شويه بالملابس اللائقه نعم اللي يظهروا بيها على المسرح، لان اللي قد يكون ينفع يتلبس في مصر ما ينفعش يتلبس مثلا او اللي ينفع قصدي يتلبس في امريكا او اوروبا ما ينفعش يتلبس في مصر او في اي او في بلادنا العربيه. فعايز اقول لك ما خلصناش يا شربل من الكلام ده، انتوا بتتحكموا في المطربات. طب هو الفستان يبقى عريان لما يبقى كام سنتي؟ الفستان عارف دخلوها في يعني في هزار، وان احنا بقينا ترزيه في النقابه، مش بنتكلم على قيم ومبادئ، لا بنتكلم على ترزيه، واقفين بنقيس الفستان طوله قد ايه وفتحه الصدر قد ايه. كلام فارغ وكلام سخيف. بس حتى نفهم وجهة نظرك أكثر بالموضوع، أعطينا اسم أو اسمين. في بداية أنا ما مسكت النقابة في الفنانة حبيبتي وصديقتي وصديقة نهلة هيفاء وهبي، جت عملت حفلة وجت لنا صور في النقابة والمصنفات الفنية بعتتها، إنه يعني اللبس كان شوية خارج عن الطبيعي أو العادي، وقصير زيادة عن اللزوم كده يعني. فالحقيقة أنا تواصلت مع هيفاء بجد وكلمتها، قلت لها يعني بمنتهى الحب، هي طبعا تحترمني جدا وبتحبني جدا، قلت لها يا هيفا معلش احنا يعني المصنفات اعترضت وبعتت لي الصور دي وطلبت مني ان انا بس اخليكي تاخدي بالك من اللبس المره اللي جايه. تقبلت هذا الامر وقالت لي انا هحاول ان انا، لانه اللي ينفع، وقلت لها طبعا يعني اللي ينفع تلبس بره في اوروبا يمكن برضه هنا بيبقى شويه ما ينفعش يتلبس في مصر. كنقيب للفنانين كان عندك مشاكل سمعنا عنها كمان بالمرحلة الأخيرة مع ما يسمى بمطربي المهرجانات، علما أنه بأكثر من مرة صرحت أنه أنت بتحب كمان الأغاني الشعبية واللون الشعبي، وين المشكلة إذن تكمن بالتحديد؟ لا أنا ولا في النقابة ولا مجلس الإدارة عندنا مجلس النقابة بنعترف بحاجة اسمها مهرجانات، لكن هو للأسف هذا المسمى شرب الموجود عشان حاجه واحده، عشان اقول لك اصل ده مهرجان، مهرجان يبقى انا من حقي اقول اي كلام، من حقي اقول اي حاجه، من حقي اقول اي كلام خارج، لان ده مهرجان.
نيجي بقى للجانب الموسيقي. الجانب الموسيقي ما فيهوش لا عيب ولا حرام، مزيكا مزيكا لو من غير كلام، دي نوعية من الأغاني. لكن احنا برضو يعني الأصوات اللي دخلت اللجنة عندنا ونجحت، قعدنا معاهم وفهمناهم انه يعني احنا عايزين برضو حتى وانت بتقدم موسيقاك الشعبية لازم يبقى فيه اهتمام بالعنصر الموسيقي، يعني يبقى فيه اهتمام بالمزيكا اللي بتتقدم، يبقى فيه اهتمام بشوية بالرقي. انا ما بقولكش ما تعملش اغاني الناس ترقص عليها، لكن مش لازم يبقى فيه بساطة في المزيكا. كيف بتفسر هون انه يعني هالاغاني بتحقق نسب مشاهدات عالية جدا على الانترنت بالملايين، وربما يعني اعمال فنية لشخصيات بتتعب اكثر على فنها وعندها اسمها بالوسط الفني ما عم تقدر تحقق هيدي الارقام؟ وين برايك يعني العقد الناقصه بهالموضوع؟ احنا الفتره اللي فاتت دي، العشر سنين اللي فاتوا دول، السنتين ثلاثه دول او السنتين الاخرانيين بتوع الكورونا دول زودوا الدنيا اكتر. عدم يعني اختفاء الحفلات العامه في التلفزيون المصري مثلا، في مصر مفيش اضواء مدينه ولا للتلفزيون، وبالتالي انت سايب الساحه مفتوحه للاغاني دي والاعلانات. وانا لي اعتراض على فكره على الاعلانات وما يقدم فيها والرقص الغير مبرر في كل الاعلانات. وانت بتتكلم على اي حاجه، على اي حاجه، بتتكلم على كومباوند جديد الناس طالعه ترقص، بتتكلم على اكل معين الناس طالعه ترقص، بتتكلم على خط تليفون معين الناس طالعه ترقص، رجاله وستات، ولابسين حاجات غريبه جدا زي الله يرحمه شعبان عبد الرحيم كده، اللي هو القماش الانتريات اللي عندنا في البيت. مش ممكن، مش ممكن. هو ده اللي ولادنا قاعدين يتفرجوا عليه طول النهار يا شرب. عشان كده بقول لك احنا محتاجين يبقى في فن مضاد زي الانتيبيوتيك كده اللي بتاخده، يعني عشان تعدل المسيره شويه الفتره اللي جايه. وانا الحقيقه من خلالك بحب اشكر شيخ تركي آل الشيخ الحقيقه على وزاره الترفيه في السعوديه واهتمامها بالفن العربي، مش بس بالفن الخليجي، الفن المصري كمان، والتعاون ان شاء الله الفتره اللي جايه ما بين الشركه المتحده وما بين الشيخ تركي لاقامه حفلات وافلام وكده. فعلا اما بيبقى في جهه كبيره بتبتدي تهتم بالانتاج في كل حاجه مش بس في الحفلات، الدنيا هيبقى في توازن اكثر. كنقيب وكفنان له بال طويل في العمل الفني والنقابه، بدي اطلب منك نصيحه لبعض الاسماء اللي رح اذكرها، بدي تعطي كل شخص او كل فنان من هالفنانين نصيحه من هاني شاكر، شو بتقول اليوم لحسن شاكوش؟ اقول لحسن شاكوش اجتهد على نفسك على فكره ومرن صوتك اكثر. شو بقول هاني شاكر لشيرين؟ شيرين بقول لها قلبي معاكي، انا عارف انها بتمر بظروف صعبه اليومين دول جدا جدا، ظروف عائليه نفسيه بقالها فتره، وبدعي لها من قلبي انها ترجع مره اخرى وتبقى مركزه في شغلها اكتر، وربنا يروق لها حياتها وقلبها. وشيرين صوت جميل، وشيرين علاقتي بيها من زمان قوي، من قبل النقابه ومن وقت حسن ابو السعودي حبيب الله يرحمه ما كان عندها مشاكل معاه يوميا ومحاضر وحاجات كده في النقابه، ومع نصر محروس. انا من حبي في شيرين وفي صوت شيرين، انا ونهله جبناها هنا في البيت، وجبت حسن ابو السعود وجبت نصر محروس وصلحت العلاقه بينهم وبين بعض بشكل ودي وبشكل حبي بيني وبين حسن حبيبي طبعا ونصر، وخلصت لها المشاكل دي كلها، لان كان صعبان عليا والله في وقت من الاوقات يا شيرين ان انا الاقي كل الاخبار اللي تكتب عن شيرين انها معمول لها محضر في الحته الفلانيه، عندها مشاكل في الحته الفلانيه، عندها قضيه في الحته الفلانيه. فجبتها هي وكان مدير اعمالها اسامه رشدي وقتها، وقعدنا واتكلمنا وصفينا النفوس واتحلت المشاكل خلاص. هل تعتبر انه شيرين هي نجمه مصر الاولى حاليا؟ شيرين غايبة عن الساحة بقالها فترة، يعني طبعا هي شيرين من نجوم مصر، مش هي النجمة الوحيدة، لكن لا، شيرين من نجوم مصر طبعا، لكن هي الحقيقة بقالها فترة غايبة عن الساحة،
وده انا باخده عليها، انه حتى الواحد لو عنده مشاكل، لو عنده في حياته ظروف، ده ما يخليهوش يبعد عن جمهوره. انا بتمنى لها بجد من قلبي انها تعود مره اخرى، لكن في اصوات كتيره حلوه في مصر يا شربل، ما فيش كلام يعني. طبعا بس يعني بدي تسمي لي في انغام. بنظرك وبرأي هاني شاكر بالسنوات الأخيرة، أعطيني اسم الفنان اللي بتعتبر لمعت أكثر من غيرها وتربعت على عرش، خلينا نقول نجمة مصر الأولى بعالم الغناء. بص هقول لك، هو في اكتر من حد بصراحه يعني. في انغام طبعا، انغام صوت رائع، وانغام مجتهده جدا وبتشتغل على نفسها كتير، وده مهم قوي. في ناديه مصطفى، والله مش هي بس، كمان عشان معايا في النقابه وزميله عزيزه، من اجمل واحلى الاصوات اللي في مصر. هاني شاكر شو بتقول اليوم لأمل ماهر؟ بدعي لها من قلبي لو كان عندها اي مشاكل خاصه في حياتها انها يعني تنتهي وتعود مره اخرى في قرارها بالاعتزال. هاني شاكر تم تكريمك بمختلف الدول العربية إلا بمصر، ليش؟ هو انا ماشي في شوارع مصر، وكوني احمل الباسبور المصري، ده اكبر واجمل تكريم ليا يا شباب، بمنتهى الامانه. هذا جواب وهو دبلوماسي والله بس يعني يمكن انا بطبيعة الحال المعجبين يمكن والناس انا والإعلام. اتجه للدبلوماسيه يا شربل، يمكن اتجه للدبلوماسيه الفتره الجايه. انا القصد اتجه دبلوماسية للدبلوماسيه مقصودة. الفتره الجايه. مشكله بس بعد اذنك، انه الفتره اللي فاتت او العشر سنين اللي فاتوا الدنيا اختلفت خالص، يعني ما بقتش هذه التكريمات بتقام في الاذاعه وفي التلفزيون، ما بقاش مبنى الاذاعه والتلفزيون هو الـ يعني عايز اقول ايه، اللي كان بيعمل هذه التكريمات عمل للنجوم. بس ان شاء الله الفتره اللي جايه تعود مره اخرى باذن الله. نعم، كان عندك مواقف سياسيه ضد قطر لما كانت قطر على خلاف مع باقي الدول الخليجيه، هل تندم اليوم على هالتصريحات؟ يمكن مش مهاجمه قطر، هو كان في مطرب اعتقد رايح كبير، رايح يعمل حفله في قطر، فقالوا لي لو انت عندك حفله هناك في قطر تحب تروح؟ فقلت لهم لا، هو حر، هو عايز يروح يروح، مطرب عربي واخد بالك، لكن انا لما يبقى في العلاقه ما بين قطر وبين دوله مصر بلدي فيها يعني عدم، عايز اقول ايه، استقرار او توتر فيها عدم استقرار بالظبط، فلا انا افضل ان انا ما اروحش في هذا التوقيت. بس يعني انا ما هاجمتش حد على فكره، انا طول عمري، لانه احنا اولا واخيرا عرب، وقد نختلف النهارده ونتفق غدا. شو عم بحضر هاني شاكر؟ ان شاء الله في حفله في شهر 10 في مهرجان بابل في العراق، دي اتفقت عليها خلاص ان شاء الله. وانا سعيد جدا بهذه الزياره، لان انا ما رحتش العراق بقالي سنين طويله، واتمنى البقيه تاتي فيه طبعا ان شاء الله، بالاتفاق مع شيخ تركي باذن الله آل الشيخ، في حفله في جده قريبا وحفله في الرياض قريبا باذن الله. يعني وانا بتمنى بقى الحفلات تبقى كثيره هنا في مصر كمان يا شربل، يا رب كلنا باذن الله. بحاجه هلا للحفلات يعني، ونطلع لبنان تاني، اسكت بقى يا شربل، نطلع لبنان تاني نعمل حفلات، باذن الله باذن الله. وسوريا والاردن والجزائر وتونس والمغرب، ويا رب بقى الكورونا دي كده يعني تخلص وتنتهي وتعود الحياه لطبيعتها تاني مره اخرى يا رب باذن ان الله. شاء الله، هذا اللي كنا بانتظاره. استاذ هاني، بعد هالمشوار الطويل والنجاحات المتلاحقه والاغاني والاعلام واللقاءات، بماذا يحلم هاني شاكر اليوم؟ في بعد حلم على بالك تحققه؟ انا بحلم انه يكون في اوبرا مصريه في كل محافظه من محافظات مصر. احنا عندنا الاوبرا في مصر في القاهره، في اسكندريه، في دمنهور. اتمنى انه يكون في كل محافظه من محافظات مصر دار اوبرا، وكل محافظه بيبقى لها مهرجان غنائي يتعمل كل سنه على هذه المسارح. انا عندي مجموعه اسئله بدي اطلب منك بكل جواب تسمي لي اسم واحد بس اذا بتسمح. ممكن تختار فنان او فنانه تعتقد انه ممكن يكونوا بارعين بمجال السياسه؟ في اسم بيخطر على بالك؟ بارعين في مجال السياسة؟ نعم. أعتقد الفنان الكبير محمد صبحي، يعني من الناس اللي أنا على المستوى الشخصي والفني والسياسي
انا بشوف انه فنان قدير، ولو عنده هو هذا الاستعداد هيكون يعني بيسيب اثر كبير سياسيا. حلو. طيب اختار فنانة تلعب دور زوجتك نهلة بمسلسل بيروي قصة حياتك. لا بحس يسرا ممكن تكون فيها شويه من نهله، متحمله المسؤوليه ويعني وشخصيتها قريبه منها، يعني لو حبت نعم. تعمل الدور ممكن يسرا تعمل الدور ده. طب مين الممثل اللي بتختاره يمثل دورك بقصة حياتك؟ انا تامر حسني لما غنينا مع بعض قريب كده نسيانك صعب اكيد، حسيت انه يعني هو قريب شويه للون اللي انا بغنيه، قريب لقلبي كمان على المستوى الشخصي، فممكن تامر حسني يعني يقوم بهذا تمثيلا. الفنان اللي بتحب تقدم ديو معه سيلين ديون. عربيا؟ بتمنى عربيا يا ريت فيروز، طبعا نجمتنا الكبيره يا ريت. طبعا هيدي امنيه الجميع، بس بعتقد يعني صعبه بهيدي المرحله. فيروز الى فتره قريبه من يا النجمات حبيبي ان شاء الله المتواجدات حاليا على الساحه الفنيه. اتمنى اعمل مع نجوى كرم حلو، ان شاء الله شفناكم سوا ان شاء الله. بذا فويس، وكان يعني الانسجام تام. بدي اسالك هون، رح تشوفك بذا فويس سينيور 2 ولا بعد ما انحكى معكم بالموضوع؟ لا هم لسه ما فتحوش معانا الموضوع، لكن هناك اتفاق ضمني من البدايه ان شاء الله انه اذا تم تكرار هذا البرنامج، وان شاء الله اعتقد انه لانه نجح جدا جدا، صحيح. وهو للاسف طبعا الظروف اللي اتعرض فيها وتاجيل عرضه نجح والناس حبيته قوي قوي، فان شاء الله لو في فويس سينيور 2 باذن الله اكون موجود، يعني لو عرضوا علي الموضوع طبعا. ممكن تختار فنان غير مصري بتحب تعمل معه ديو؟ اختار سعد المجرد، بحبه سعد جدا جدا. المجرد. طبعا. طيب اجمل اغنيه عربيه سمعتها بالعام الاخير؟ انا شغل عمرو دياب الفتره الاخيره ده عجبني، كان جدا جدا مع تامر وعزيز، في يتعلموا او يوم تلات من احلى الاغاني اللي انا حبيتهم السنه اللي فاتت الحقيقه جدا. نعم. وغير مصريا؟ حسين الجسمي وراغب علامه طبعا. طبعا حسين الجسمي في الغنوه بتاعته البنط طبعا العريض. البنط العريض تحفه. عندك كمان راغب الغنوه الجميله اللي عملها مع محمود خيامي اللي خسرنا خسر دلعنا، تحفه تحفه طبعا. واجمل شارة مسلسل رمضاني؟ احمد سعد كان عامل غنوه حلوه قوي للمسلسل في رمضان. بالمرحله الاخيره يعني من ضمن التجديدات اللي عم تشهدها حياتك الفنيه، بعرف انه كمان ابنك شريف داخل معك على الخط وصار مهتم باعمالك بشكل او باخر. خبرني ليش اختيار شريف تحديدا ليتولى اعمال هاني شاكر بهالمرحله؟ مش هلاقي احلى ولا اجمل ولا امن من شريف ابني انه يعني يبقى معايا خطوه بخطوه، وخصوصا كمان انه زي ما بقول لك هو متابع اكتر مني، هو شايف اكتر مني، هو بيسمع حلو جدا جدا شرقي وغربي. ف يعني البدايه كانت لو سمحتوا، والحقيقه اداني مؤشر ان احنا وشنا كلنا على بعض كده، انا وتيم العمل كله وشنا على بعض حلو. ف يعني شريف طبعا يعني بيساعدني المره دي انه كانت البدايه معاه جميله، وهي خلاص عجبته الشغلانه دي. لا مش هسيبك. انا مش هسيبك. ماشي. ف وراك كنا بالبيت صرنا كمان بالشغل. بالظبط كده، هو نورني وانا شايفه على الشاشه قدامي. شريف هاني شاكر، اهلا وسهلا فيك وشكرا. اهلا يا شرب، ازيك اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بالعربيه. سعيدين كثير بلقاء الوالد، واخيرا نتعرف على شريف اللي كان وراء هالهويه الجديده والمتجدده للفنان هاني شاكر باخر مرحله. في اسالك اذا هاني شاكر متعب اكثر كاب او كفنان؟ لا هو ولا متعب كأب ولا فنان الصراحة. يعني بقصد متطلب أكتر، هيك تنحطها بشكل إيجابي. طبعا لا طبعا طبعا كفنان طبعا، لأنه بس مش هقدر أقول إن هو صعب، لا بالعكس هو عايز يا حبيبي كل حاجة تمشي، كل حاجة تمشي زي ما هو عايز، يعني حاجة كويسة مش حاجة وحشة. أستاذ هاني بشو بيشبهك شريف أكتر شيء بطباعه؟ يعني وين بتقول هيدا هاني شاكر الصغير؟ لا هو هاني شاكر الصغير فعلا، في عصبيته شوية هاني، في حبه لحاجات كتير أنا بحبها هو هاني، هو نسخة مصغرة من هاني شاكر. هاني شاكر أنت زملكاوي متطرف،
وشريف اهلاوي متطرف، والله مش متطرف وضع البيت كيف عم بيكون غير بالفوتبول يعني. شريف بشو بتختلف لا عن هاني شاكر من حيث الطباع؟ لا انا عايز اقول لك حاجه كمان، مؤخرا وانا ما بقتش بختلف معاه حتى في الفوتبول يعني صرت زملكاوي مؤخرا، مش انا عمري ما كنت متعصب يعني، بس انا بقيت من كتر ما قعدت مع بابا وبنشوف مع بعض كوره ورياضه وكده، غصب عنك الواحد بـ 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 يعني غصب عنك بتفولو الكبير يعني بس عمري ما كنت متعصب، مش اللي هو كنت اهلاوي وبعيد زملكاوي، انا لا اهلاوي متعصب ولا زملكاوي متعصب، بس انا يعني رحت ورا بابا يعني دي حقيقه. شريف شو في من الاحداث الطريفه اللي بتتذكرها خلال مواكبتك يمكن مع الفنان هاني شاكر؟ في احداث طريفه صارت ربما بحفلات هيك بتبقى بذاكرتك وفيك تشاركنا فيها؟ في موقف ما اعرفش اكيد بابا هيفتكره احسن مني، موقف زمان يا بابا لما كنا في لبنان وكانوا بيحيوك يقولوا لك ابو شريف ابو شريف، فاكر؟ ايوه. وانا هو كان لسه ما طلعش على المسرح، فاكر يا بابا؟ كانت رجله حبيبي مكسوره ايوه، وشريف شالوه على 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 ظهره على بودي جاردات، واول ما دخلوا من المسرح حتى اللي هيقعدوا فيها وكده، فالناس عرفت ان انا وصلت خلاص، فابتدوا بقى ابو شريف، هو بقى يعمل لهم اكل صغير خالص اظن 8 سنين 9 سنين حاجه كده حاجه كده صار يحيي الجماهير، فكر عم بيحيوا له قال له ايوه ابو شريف مشاغب من يومه يعني اللي عايز اللي بيجي في مخي هعمله وهعمله، عارف اللي هو ايه هتعمله يعني يعني. طب انت ما عندك يعني انت ما بتهوى الغنى شريف، بس خبرني شو عندك ببالك مثل ما عم بتقول هلا لا هاني شاكر بالمرحله المقبله، شو محضر له اشياء جديده، وهل نفس الفن الجديد اللي بلش بلو سمحتوا كيف بتشوفه راح يتابع بالاعمال اللي جايه؟ لا انا يعني طبعا بابا يتكلم عن القصه دي اكتر او يبقى احسن مني، بس يعني عندنا افكار لسه كتيره وحاجات تانية جديده بيحضرها، وهو شايف ان التغيير ده حلو ومطلوب، وبصراحه لقى قبول من الناس فظيع فظيع يعني في مصر وبره مصر كمان، فبالعكس فدي هتبقى حاجه يعني بيقولوا كده اتس جود ستارت يعني، واللي جاي احسن ان شاء الله اكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني مثل ما قلنا الفتره اللي جايه شربل الفتره اللي جايه متفقين ان شاء الله في عمل جديد برضو مع تامر حسين حبيبي وعزيز شفعي حبيبي ان شاء الله، حاجه برضو مختلفه وجميله وجديده، وان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا كلنا وشريف معايا حبيبي ونقدر نعمل حاجه مختلفه حبيبي. شكلا وموضوعا وكله باذن الله يا رب ان شاء الله. شريف شو اغنيه الوالد المفضله عندك؟ مش هتصدقني بس هم انا ما اشوف ما عندوش اغنيه وحشه، ما بشوفش عنده اغنيه وحشه طبعا، بس يا ولد يا ولد يا ولد اكتر من غيره شريف لا طبعا لا لا بس بص صراحه يعني انا الحاجات القديمه قوي دي انا طبعا في حاجات انا ما عاش عليها كتير، بس كل ما هو انا حضرته على كبر يعني او وانا لما كنت ابتديت اسمع كله بحبه يعني، ما عنديش حاجه معينه يعني. بما انه شريف اشتغل على لو سمحتوا وهلا موجود معنا، شو رايك اذا بنختم لقائنا اليوم بلو سمحتوا استاذ هاني؟ حاضر والله وبنهديها لشريف وبنقول له يعطيك العافيه حبيب. العمل حبيبي ثانك يو شريف، لانه كلهم كانوا شوم حلو عليا شريف ونهله وكل تيم العمل اللي شارك في الغنوه دي، الحقيقه الحمد لله ربنا كرمنا وادانا نجاح كبير قوي قوي، يا رب يتحقق في كل الأعمال اللي جاية يا رب إن شاء الله بإذن الله. نحن بنختم معك وشكرا شريف، وبنختم معك تزهاني بمقطع من لو سمحت يا شربل. لو سمحتوا يمشي يتمخطر براحته، اوعى حد اللي راحته في الريحة والجاية، لو صادفكوا أو قابلكوا غموا عينكوا، القمر ده مش فاضلكوا، القمر ده انشغل بيه.